الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في بث اخر من مدينه الدار البيضاء عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. كتوصلنا فقط ايام قليله على الشهر الفضيل، يعني تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام فقط ان شاء الله نطلعوا على شهر رمضان. اكيد انه هذه السنه غادي نعيشوا مختلف بحال السنه اللي فاتت، لكن غادي يكون شويه ان شاء الله ماشي بحال الخوف ديال السنه الفارطه. سؤالي لكم اليوم مشاهدين، كيفاش كتشوفوا رمضان ما بين زمان وما بين اليوم؟ وبما انه كاين ايام قليله فقط كتفصلنا على هذا الشهر الفضيل، شنو الحوايج اللي وجدتوا لشهر رمضان وشنو ناوي ديروا ان شاء الله باذن الله؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الشهر تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر والصحه، الصحه هي كل شيء، وان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. فقط نبغي انكم تشاركوا معايا شنو غادي توجدوا في رمضان، كيفاش كتشوفوا رمضان ديال البارح واليوم؟ البارح كنا كنشوفوا رمضان يعني بحب، كنا اللمه ديال الاحباب والصحاب والعائله والزياره ديال الاقارب وبزاف ديال الحوايج، كانت واحد الطقوس رائعه جدا. رمضان فعلا تغير، كانوا الجيران يتجمعوا مع بعضياتهم، كاين بزاف ديال الحوايج. فنتمنى من الله عز وجل انه يكون اخر رمضان يعني اللي غنعيشوا بحال هكا، اللي غنتحرموا فيه من صلاه التراويح. كنا دائما كيأذن المغرب الناس كيبداو يفطروا، يعني يلا كطل من الشرجم كتلقى رجال والعيالات هازين الصلايات شويه لاباس، لا حول القوه الا بالله. صباح النور عليكم، هانتوما تشوفوا حنا كنهضروا معاكم، حتى كيخرج شي واحد ماشي الطريق ديالو غادي بوجه احمر كيلبس بحالي انا. صباح الخير، لا والو غادي نيشان. لا ما كاينش صلاه التراويح، كاين العشاء، غيصليو الناس العشاء ويدخلوا بحالاتهم، كاينش صلاه التراويح نهائيا. ام فدوى، رمضان بدون تراويح بالمساجد ناقص اختي، الله يرفع علينا الوباء، اللهم امين اختي، لانه فعلا بلا تراويح راه استغفر الله العظيم كيكون رمضان ناقص بزاف، الصلاة كتشوف الناس خارجين من المساجد وكتصلي، وغتصلي في المنزل ديالك أكيد، لكن الجامع عنده واحد الحلاوة ديالو بوحديتها. خويا كتزوني لينا بلاصة، حنا في حي البرنوسي، دابا حنا في لوطورو طريق السيارة بين حي البرنوسي وحي المعارف،